ضمن سياسة الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، الحكومة بتعمل على طرح وتشغيل وإدارة 3 مطارات، من ضمنهم مطار بورسعيد اللي بيخدم محافظات إقليم القناة، بورسعيد والإسماعيلية والسويس، كمان مطار الخارجة بالوادي الجديد واللي بيخدم شركات الاستصلاح الزراعي واللي أجري توسعات كبيرة الحقيقة منذ عام 2014. تعمل الحكومة على طرح تشغيل وإدارة 3 مطارات من بينها بورسعيد والخرجة على شركات خاصة محلية وأجنبية أو تحالفات فيما بينها، وذلك بعقود محددة المدة. عملية الطرح ستتم تحت إشراف مجلس الوزراء وبالتنسيق مع المحافظات التي تقع بها هذه المطارات، ويجري حالياً الاتفاق المبدئي على قائمة أولويات يتعين على الشركات التي ستتقدم بعروض الإدارة تنفيذها، ومن المرجح أن يكون بينها الترويج لجذب شركات طيران وخطوط خارجية جديدة وتقديم خدمات كبار الشخصيات VIP وغيرها. وتم استبعاد طرح المطارات الرئيسية وعلى رأسها مطار القاهرة الدولي ومطارات شرم الشيخ والعلمين والأقصر والغردقة، حيث إن تشغيل وإدارة تلك المطارات يسير بشكل منتظم وجيد ولا تحتاج إدارتها للتطوير، كما أنها تشكل مصدراً للنقد الأجنبي، وتتبع تلك المطارات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية. ويخدم مطار بورسعيد الواقع على مساحة تقترب من 1.2 مليون متر مربع محافظات قناة السويس 3، الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وبه مبنى للركاب يسع 500 راكب. أما مطار الوادي الجديد أو الخرجة فتبلغ مساحته 3.5 مليون متر مربع. وفي يناير من العام الماضي استقبل المطار أول رحلة مباشرة قادمة من مطار القاهرة الدولي بعد توقف دام لسنوات، كما أن مطار الخرجة من المتوقع أن يخدم عدداً كبيراً من شركات الاستصلاح الزراعي التي أجرت توسعات منذ عام 2014. ولمصر تجربة في إدارة القطاع الخاص للمطارات تتمثل في مطار مرسى علم الدولي الذي تشغله مجموعة الخراف الكويتية، والذي تم إنشاؤه بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية المعروف باسم BOT. وأعلنت الحكومة العام الماضي عن وثيقة ملكية الدولة التي تتضمن سعيها للتخارج من عدة قطاعات اقتصادية عبر بيع أصول كلي أو جزئي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية.